مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. هذا مباشر خاص بسكان منطقة مولاي رشيد الساكنة اللي انتخبوا هذا المجلس. هذا المجلس اللي أمامكم لصراحة ما يحز في القلب، وأن ما فهمش كيفاش كيظنوا ولا كيفاش كيحسبوا المواطنين، واش المواطنين مغفلين والساكنة منطقة مولاي رشيد مغفلين ما كيفهموش. ف من الأمور المضحكة في هذا المجلس هو أنهم عبر إحدى الصفحات الخاصة بمقاطعة مولاي رشيد عبر الفيسبوك دائما ما كتقرأ: لقد عقد السيد رئيس المجلس اجتماع مع الأعضاء لمناقشة كذا وكذا 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 وكذا، في الأخير ما كتلقى حتى شي حاجة. هذا المكتب يسمى بمكتب صفر إنجاز، صفر إنجاز، صفر مشروع، صفر مهم أصفار ماشي صفر، لا حدائق لا ملاعب لا تزفيت ديال الطرقات لا إنارة ولا شيء يذكر في هذا المجلس. وحنا غادي نتبع معكم الأطوار ديال هذه الدورة باش نشوفوا شنو غادي يناقشوا ولا شنو غادي يقولوا، لأن داكشي اللي كيقولوا اليوم غادي يقولوا غدا وسنتين. يعني أغلب المقاطعات في مدينة الدار البيضاء قربوا ينتهيوا، يعني من قربوا ينتهيوا، يعني من ماشي حتى الأشغال، كل شيء قربوا ينتهيوا منه، التصفيت، الإنارة، الحدائق. إلا هاد المجلس اللي ما عرفتش الهدف ديالو من تقدم انتخابات ومن ترشح ومن أخذ المناصب. اسمعني، بوم هادشي راه دائما مثل هاد الدورات دائما ما كتنعقد. دائما الصفحة الرسمية ديال الفيسبوك كتقول بأن الرئيس عقد اجتماع مع الأعضاء لمناقشة وشي حاجة ما كاينة. فالحاجة الوحيدة اللي قاموا بها هاد المجلس هو أنهم خصوا واحد الميزانية كبيرة في واحد الموسم ديال التبوريضة، مع العلم أن هاد المنطقة سوق واحد ما كاينش، سوق نموذجي واحد ما كاينش، عندهم غير البرارك داك السوق ديال الميكا والكارتون هو اللي كاين. ميزانية خسرات تقريبا أو تقدر ب 400 مليون سنتيم من أجل موسم ديال التبوريضة اللي المقاطعة في غنى عن مثل هاد الأنشطة، اللي بمباركة للأسف السيد العامل، ونسطر عليها بمباركة السيد العامل وبحضور السيد العامل، كأن المنطقة سالت الأشغال ديالها وقضت الغرض ديالها وما خاصة خير، خاصك العريان خاصني خاتم رشيد. وانت من الساكنة معنا سي رشيد، اش كتبالك في منطقة ماشي مشكل، اش كتبالك في منطقة مولاي رشيد؟ كاين اختلالات بزاف صراحة، كاين اختلالات بزاف على المستوى خاصة على البنية التحتية، يعني مجموعة من المشاريع تم إطلاقها هنا في هاد المنطقة واللي باقا متعثرة وكتأثر بواحد الشكل سيء على الساكنة ديال المنطقة، وكتخلي أن المنطقة تبان بواحد الصورة اللي منطقة قروية. وزيد على هاد المشكلة اللي قلت لك، واش عمرك شي الكراول، الكراول الكوتشيات باقيين بشكل عشوائي هنا في المنطقة؟ غنبقى غير هنا حيت كاين ليكرون تما. إلا تناقشنا على المنطقة اللي ما فيها السوق نموذجي، والمقاطعة قررت أنها تنظم واحد الموسم ديال التبوريضة. شوف، أنا قلت لك البنية التحتية، يعني علاش قلت لك البنية التحتية؟ لأن أهم مرفق للساكنة اللي كتنقلوا فيه يومين المواطنين، كيلقاو شوارع يعني كلها أطربة، شوارع اللي غير مزفاتة، زيد الترافولي الترامواي، زيد يعني هذاك المجال العام فين كيخرج المواطن كيلقى واحد المجال اللي متسخ، ما زيد تراكم الأزباز. مع باش ندوزو، بغيتي ندوزو لنقاط أخرين بحال مثلا أهم المرافق بالنسبة للساكنة، بحال مثلا كما قلتي الأسواق، يمكن هذا إشكال كبير، كاين الأسواق العشوائية بزاف. ودابا بلاتي اش خاصك العريان خاصني خاتم، ميزانية خسرات 400 مليون تقريبا في موسم ديال التبوريضة، واش هاد الميزانية ما كانش أنها تمشي في واحد التوجه واحد؟ حنا كنهضرو
انا كنتكلموا على واحد الميزانيه اللي كانت من الاحسن انها تمشي في واحد الاتجاه الجماعي خاص بالساكنه، على الاقل تشييد واحد السوق او اسواق اللي غتنفع الساكنه. فكيف قلت لكم بان منطقه مناشيد اغلبيه السكان ديالها فكيسميوها منطقه قرويه عشوائيه امام صمت رهيب ديال السيد عامل منطقة مولاي رشيد اللي ما عرفناش شو هو الدور ديالو في هذه المنطقة. ولا جيتي تشوف النقط اللي مدرجة اليوم، كاين واحد النقطة مدرجة ديال أنهم غيوقعوا واحد الشراكة مع موظفين واحد النادي ديال الفروسية هنا، هذاك النادي براسو هو يستافدوا منه غير أصحاب فلوس، أما أبناء المنطقة. واش دابا المنطقة باقي لها الفروسية؟ والمنطقة هما أصلا كيعيشوا في الفروسية بشكل يومي. نادي شوف نادي مهيمن عليه جمعية وهمية. واحد جمعية ما تصورش جمعية ما عندها لا قانون أساس شحال من عام هذيك وفاتحة كونت بونكار وهمي وكتدخل مبالغ مالية خيالية، وشكون اللي كيجي يستافد تما؟ كيجيو يستافدوا أصحاب 7000 درهم 8000 درهم وأبناء المنطقة محرومين. هذه شوف هذه 8 القطارات ديال مجلس المدينة محرومين منها أبناء المنطقة باش تكون كمتنفس لهم، وشكون اللي كيستافد منها؟ كلش الحرام. واش دابا هذه المنطقة محتاجة الفروسية مثلا ولا شراكة ولا هذه المنطقة راه محتاجة أسواق، محتاجة تسبيد الأزقة، محتاجة الإنارة. شوف إذا توفر شي مرفق بحال هذا الشكل خصو يستافدوا منه ولاد المنطقة بعدا، ماشي هذاك المنطقة دابا سادينه. كاين الأولويات أسي رشيد، راه تقول لك أش خاصك العريان خاصني خاسم، راه كاين الأولويات، راه المنطقة ما فيها السوق، راه المنطقة فيها البقر كيتمشوا وسط الزناقي، الحمير كيتمشوا وسط الزناقي مربوطين قدام البيوت ديال الناس، ما كاينش أسواق. يعني مشاكل كثيره وحشومه. اليوم نجيو نشوفوا ان رئيس الجامعه باغي يوقع مع جمعيه وهميه ما عندها قانون اساسي ومحتله ما عرفت شحال من قطار، وزيد بان داك الملك هو تابع لمجلس المدينه. يعني حتى الرئيس خصو يكون على درايه ويكون في اطلاع. المهم الدوره غتبدا. شوف المهم شي حاجه اللي غادا تنفع الساكنه راه ما كايناش. انتم قراو معايا هذه النقطه هفكم ديال رفع ملتمس للسيد عامل عماله مقاطعه مولاي رشيد حول استفاده موظفي مقاطعه مولاي رشيد من خدمات المركب الرياضي للفروسي سيدي عثمان. هذا المركب اصلا فيه خروقات، هذا المركب فيه جمعيه غير قانونيه اللي كتسيرو، وهذا المركب هو تابع لمجلس مدينه الدار البيضاء. هذا الملتمس باش يستافدوا الموظفين ديال المقاطعه، انتم عطيونا شنو غادي يربحوا الساكنه ديال منطقه مولاي رشيد تخربيق. شي نقطة اللي غادي نناقشوها اللي خاصة بالسكان والساكنة ديال منطقة مولاي رشيد فيما يخص تزويد الأرزقة والإنارة وبناء أسواق نموذجية ما كاينش، هادشي عمركم غادي تسمعوه. الجمعية أصلا غير قانونية ديال الفروسية.
إذن كيف خبرتكم مشاهدي قناة شوف تي في، حنا ملي كننتقدوا عمل هذا المجلس فما كننتقدوش من فراغ، لأن باش يناقشوا واحد النقطة ديال استفادة الموظفين ديال المقاطعة من المركب الفروسية، وهذا المركب كتسيرو جمعية غير قانونية. هذا المركب تابع لمجلس مدينة الدار البيضاء، كان من المفروض أن مثل أو في هذه الدورة تناقش في أمور خاصة بالسكان. شنو خاصة؟ منطقة منير شيد من البنية التحتية اللي هذا المجلس من هرجة. الإنجاز الوحيد اللي دار هو أنه خسر 400 مليون تقريبا في واحد الموسم ديال التبوريضة للمنطقة، غير محتاجة لمثل هذا الموسم ديال التبوريضة. 400 مليون كنت تبني بها جوج ديال الأسواق نموذجية، كانت غادي تحيد ديك الصورة البائسة ديال المقاطعة أو الجماعة القروية مولاي رشيد. 400 مليون كانت غادي تنقص من عدد ديال الحمير اللي عندك هنايا في المقاطعة اللي كيجروا الأزقة والشوارع، غادا تهنيك من داك البقر والغنم ما عرفناها مقاطعة تابعة لمدينة الدار البيضاء الجماعة الحضرية ولا هي جماعة قروية. 400 مليون مشات في الخورخاوي، هادي اللي كنسميو شخصك العريان خاصني خاتم. سوق واحد ما كاينش للأسف، كتناقش أمور تافهة جدا ما عندها علاقة بالسكان ديال المنطقة، يعني فقط مناقشات شنو غادي يربحوا من مقاطعة مثل كراء السيارات، مثل شراء حواسيب، مثل شراء هواتف، مثل الاستفادة من هذا المركب ديال الفروسية. هادشي اللي كيناقشوا، شي حاجة خاصة بالسكان ما كيناقشوهاش، علاش؟ الله أعلم. سنتين من تسير أغلبية المقاطعات بدأوا في الإصلاح، كاين الناس اللي سالاو الاصلاح، سالاو زفتو، داروا الاناره، داروا اعاده التهيئه، بناوا الاسواق، بناوا الملاعب، الا هاد المسؤولين ديال هاد المقاطعه اللي ما عرفتش